بمناسبة الكلام عن الاختلاف وقبول الاختلاف والاندماج وعدم الاندماج ومشاكل كتيرة بينتج عنها، تاني ده بيرجعنا لموضوع التنمر أو البولينج اللي بنتكلم عنه بقالنا مدة طويلة، والعالم كله الحقيقة بقاله سنوات بيتكلم عنه. فكرة ومبادرة كده جميلة قوي جت للمهندس أمير. مهندس أمير سأله مرة ابنه الصغير، قال له بابا يعني ايه تنمر؟ هو الولد طبعا معاه حق، شايف المذيعين صبح وظهر وبالليل فجأة في اسبوعين ثلاثة طالعين يقول التنمر، يقولوا التنمر التنمر. فالولد بيسأل بابا، بيقول له بابا يعني ايه تنمر؟ فالأب الحقيقة ما اكتفاش، وده حاجة في منتهى الذكاء والعبقرية وشيء محترم جدا ونموذج إيجابي جدا، ما اكتفاش إن هو مشغول بقى ماسك الموبايل يقول له إيه حبيبي تنمر يعني تتريق على زميلك، يعني تقول لواحد يا تخين يا رفيع يا طويل يا قصير يا أبيض يا أسمر. لا، هو ما حبش يريح نفسه بس ويفكر له يفهمه كده، هو حب إنه يحكي حكايات قصص كده مبسطة جدا للأطفال لنبذ الصفات السيئة عموما بقى زي الكذب والتنمر. حب يعلم الأطفال صفات حسنة كويسة زي الصدق، زي التعاون، زي إنك تحترم الآخر، زي إنك تحترم المختلف معاك سواء في فكرتك أو في شكلك أو في عرقك أو ما إلى ذلك. تعالوا نشوف مع بعض حكايات بابا أمير، حكايات جميلة جدا ومبادرة جميلة جدا جميلة جدا بسيطة لمحاربة التنمر ضد الأطفال. ازيك يا تخين؟ ما تقوليش يا تخين، انا اسمي امين. ايوه، ما انت امين التخين. بدات الفكره معايا بان انا بقيت احكي القصص، لقيت في ناس كتير جدا بتتقبل مني القصص ديت سواء اطفال او كبار. بدات اعالج منها عن طريقها قيمه معينه انا شايف ان القيم دي لازم تبقى موجوده في اطفالنا. بالنسبه لموضوع التنمر، الموضوع بدا معايا من اول ما ابني حمزه كان الاعلان موجود في التلفزيون وقال لي يا بابا يعني ايه التنمر، فلقيتها فكره كويسه جدا ان انا احاول اشرحها له بصوره مبسطه بقصه صغيره كده بواقع حقيقيه بتحصل، ممكن تكون بتحصل كل يوم تقريبا في المدارس. سالت بابا ايه التنمر ده، فقال لي ان التنمر ده ايه يعني ان حد يروح يضرب حد او يتريق عليه. فبعد كده عملنا قصه. فانا اول حاجه بديت اتكلم عن، كان اول حاجه كان الكذب تقريبا، وبعد كده اتكلمت عن قيم التعاون وازاي ان كلهم متعاونين مع بعض، يبقى احنا كلنا بنقدم قيمه كل شهر او كل فتره ايا تكن هذه الفتره نركز عليها بعرض الطلاب هم اللي يعملوه، مش بس ان احنا مش بس ان حد يجي يقول لهم الكلمتين وخلاص، لا، الطالب نفسه هو اللي يحط السكريبت بتاعه، هو القص واللزق والحاجات دي كلها يعملها بايديه. قمه المتعه ان الطفل يبدا يعمل الحاجات دي بايديه ويبدا يكون الصوره اللي هو عايز يرسمها. فكان يا مكان كان في زمان بنوته حلوه وولد شاطر. ازيك يا محمود، عامل ايه؟ الحمد لله. انت كويس؟ اه كويس. شفت اللي حصل؟ اللي حصل كان في مره واحد مشي من الشارع دوت ولقى 5000 جنيه، تصدق ان هو بيوزعهم دلوقتي؟ انا بساعد امير في القصص اللي هو بيعملها من بدايه، من اول ما يبتدي احنا نتكلم في الموضوع القصه دي عن ايه، فبنحدد الاول الصفه او الحاجه اللي احنا عايزين نشتغل عليها، فبنبتدي القصه بكده، فبنحدد مثلا عن صفه الكذب، التعاون، التنمر مثلا زي اخر قصه، بنبتدي بقى نشوف هنعمل الشخصيات ازاي، طب احنا هنعملها ظل ولا كرتون ولا عرايس، وفي الاخر كل ده عشان نسهل معلومه تدخل للطفل من باب سهل توصل له ويفهمها. تعلمت ان احنا ما نكذبش وان احنا لازم نعمل نحترم الشخصيه. اتعلمت ان احنا لازم نساعد التاني لو هو محتاج مساعده. وتعلمت كمان ايه، ان احنا بنحب بعضنا البعض. ما تكذبش عليا تاني يا عمار. انا اسف، ووعدك يا بابا ان انا عمري ما هكدب عليك تاني، وانا مصدقك يا عمار.